يعني نرى أن عشرات المقدسين بل المئات يحتشدون في محيط المسجد الأقصى المبارك استعدادا للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك مع اقتراب صلاة العصر، لكن الاحتلال لم يفتح جميع أبواب المسجد الأقصى مما أدى إلى رفض الحراس الدخول. وهنا يعني لا يعلم حتى اللحظة ما إذا كانت المرجعيات الدينية ستدخل المسجد الأقصى مع اقتراب صلاة العصر أم أنهم سيرفضون الدخول جميع الأبواب. نذكر أن الاحتلال يفتح 3 أبواب فقط من أصل 10 أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهي باب المجلس وباب الأصباط وباب السلسلة. أما باقي الأبواب فهي مغلقة، ويطالب المقدسيون بفتح جميع الأبواب وعلى رأسها باب حطة الذي قتل عليه الشرطيان الإسرائيليان الجمعة قبل الماضية. يعني نرى الآن أن شرطة الاحتلال على أبواب المجلس على باب المجلس بكثافة، توجد الكثير من القوات الخاصة وأيضا من شرطة الاحتلال هنا على بوابات المجلس. يعني نرى أن الكثير من الوحدات الشرطية متواجدة هنا على منطقة باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك والذي دخل منه حراس المسجد الأقصى المبارك قبل قليل، ولكنهم أعادوا الخروج من باب المجلس رفضا لعدم سماح قوات الاحتلال لهم بإعادة فتح باب حطة. متابعينا الكرام، يعني نستضيف الآن رئيسة الحارسات في المسجد الأقصى المبارك زينات، لو تحكي لنا ماذا حصل؟ يعني كنتم قد دخلتم قبل قليل، لماذا عدتم الخروج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان المفروض أنه يدخل أولا الموظفين الحرس والحارسات والسادة إلى مسجد الأقصى المبارك، ولكن ما حصل أن شرطة الاحتلال تعنتت وأرادت أن تقوم بتفتيش الحراس، وهناك قائمة من الحرس ممنوعين الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك. قام الشيخ عمر الكسواني برفض هذا الأمر ورجع وعاد إلى الهدف مرة أخرى. دخل بعض من الحرس إلى المسجد الأقصى المبارك، توجهوا جميعا إلى باب حطة من أجل فتحه، ولكن كان هناك الضباط موجودين في باب حطة ومنعوهم من دخول باب حطة، وقال لهم أنه بحلمكم إنكم تفتحوا هذا الباب. خرج الحراس من باب حطة وتوجهوا إلى هنا إلى باب المجلس. طبعا نرفض هذا القرار، باب حطة يجب
أن يكون من أولويات الآن أن يتم فتح باب حطة. ثانيا بعض الحرس الذين سوف يقومون بمنعهم يجب أيضا أن تكون من مطالب دائرة الأوقاف أو المرجعية الدينية أن يعودوا إلى المسجد الأقصى المبارك. لا يجب أن نقع لشروطهم أو لمن الذي هم الذين يجب أن يخضعوا إلى مطالبنا وليس نحن. يعني ماذا تطلبون من المرجعيات الدينية؟ يعني هل تطلبون أن يتم الاتفاق على فتح جميع أبواب المسجد الأقصى؟ نعم، يجب أن نطلب من المرجعيات الدينية أن يقوموا بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك. الحرس المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك يجب أن يعودوا إلى المسجد الأقصى المبارك. يجب أن يخضعوا هم لشروطنا وليس أن نخضع نحن لشروطهم. في حال يعني عدم قبول الاحتلال بهذه الشروط ماذا ستفعلون؟ نحن في الشارع، الشارع سيثبت كلمته وليس هم من يثبت كلمته، نحن في الشارع وإن شاء الله رح هم يخضعون لمطالبنا. يعطيك العافية. يعني كما سمعتم متابعينا الكرام، هناك إصرار من الحراس على فتح جميع أبواب المسجد الأقصى وعدم استثناء أي باب من هذه الأبواب، ويعني قرارهم النهائي الآن هم أن يبقوا على أبواب المسجد الأقصى وفي الشوارع حتى رضوخ الاحتلال لمطالبهم. إن نرى أن هناك احتشاد كبير هنا في منطقة باب المجلس. عمي، ما رأيك بعدم فتح قوات الاحتلال لباب حطة؟ أولا نحن صامدون، لن نتحرك من هذا الباب، باب المجلس، باب مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن موجودون لآخر نبق من حياتنا وحياتنا وعمرنا كله فداء للأقصى ولمصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأبرق بتحياتي إلى الجزيرة، إلى قطر الحبيب، قطر الشقيقة، الذي وقفت مع مين؟ وقفت مع الشعب الفلسطيني في غزة هاشم، غزة الصمود، غزة البطولة، غزة النصر. وبعثوا لا شو اسمه؟ شو اسمه؟ أمير قطر الشيخ تميم. أبعث تحياتي للشيخ حمد شيخ تميم بن حمد حفظه الله وعانه إن شاء الله، والله يقف معه وينصروا على من عاداه. ماذا تطلبون؟ ماذا تطلبون من الوقوف هنا؟ نطلب من الوقوف، نطلب أن الاحتلال سيزول من باب هذا المجلس. وهذا موجود، هل في عندنا هون واحد شرطي درزي ملعون والدين؟ هذا اللي قتل الشهيد المناضل الأردني. يعطيك العافية عمي. هلا يا عمي. يعني أيضا مطالب المقدسيين هنا هي كمطالب الحراس، لن يبرحوا الطرقات ومحيط المسجد الأقصى حتى تحقيق جميع مطالبهم، وهي فتح جميع أبواب المسجد الأقصى ويعني تخفيف القيود وفك جميع القيود عن المسجد الأقصى، والسماح لجميع المسلمين من التوافد إلى المسجد الأقصى من غير إبعادات ومن غير أي شروط. يعني نرى أن ما زالت الحشود هنا تأتي إلى باب المجلس للاعتراض على
ما قامت به شرطة الاحتلال بعدم السماح للحراس بفتح المسجد بفتح باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.